قاعد يمزي أنا إن شاء الله ربي كما كان كل يهزاد الوباء إن شاء الله ترجع الأمور كما هي. التواصل كيكون عبر مكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو، يعني اللي كيجينا المال ولا شي حاجه كان مره كنهزوا الآلة الموسيقية اللي هي الأورغ نعزفوا فيها شويه، ولا كان نتجهوا لألعاب الفيديو كنبدلو بهم الروتين شويه صح. كنت في صدد واحد التصوير ديال واحد الفيديو كليب، وانما اللي جات هذه الجائحه اضطرينا ان نتوقفوا حتى تزول هذه الجائحه ان شاء الله، ونصور واحد الفيديو كليب واحد الاغنيه اللي غادي يكون معنا فيه واحد الفنانه مغاربه ان شاء الله. الأهم حاجة هي يكون التمر والحليب صراحة، يعني هادو هما اللي أساسيين. بالنسبة للشيوات الصراحة ما كنعرفش ندير شي شيوات الصراحة، وحنا على التخصص كيبقى الصراحة ديال العيالات عندنا هنا في المنطقة هما اللي كيكونوا الأم بداك الشي نتاع الشيوات وداك الشي. بالنسبة لهاد القضية ديال الإنسان أنه كيهز القرآن ويقرأ القرآن، وانا غادي نتي فرصه صراحه باش ان الانسان كيتصالح مع الخالق ديالو ويهزو كتب ديال المطالعه ويمارسوا الرياضه في الدار. نبغي كاع نقول للجميع المتتبعين شكرا، وربي يحفظ الجميع ان شاء الله، ونتمنى لهم رمضان مبارك سعيد للجميع، والله يدوز هذه الجائحه بخير على خير ان شاء الله وترجع الامور كما هي، وتحياتي للجميع.